فيديو بدي أشرح عن الوالفير أساسمنت والفايف فريدمز اللي حكينا عنهم قبل. هلا هاي كله إنه إيش مطلوب منك على أساس بآخر هاي الوحدة إنك تكون عارف وإيش ملخصها. من هون ببدأ الدرس. هلا أساسا هيومن والفير، إذا نحنا بدنا نحاول نعرف إيش الهيومن والفير حاليا، إنه كيف أنت عم تشعر حاليا، إيش المقاييس اللي بنقدر نستخدمها؟ لنفرض هي إذا حطينا مثلا من فانتاستيك اللي هو أحسن أحسن إشي لتاريبل، أوكي، وهذا التدريج اللي استخدمناه. قسنا حسب إيش؟ مثلا أنت لما تكون قاعد بالمحاضرة، الشير كومفورت، ريحت الكرسي فور، هونجري بتكون عادة هونجري، هوت أند كولد نص نص لنفرض، الورك تبعك كويس، سوشيال لايف هيك، أوفرول بناخد أفرج منهم مثلا طلع هون. هلا كحيوانات الأنيمال ويلفير كرايتيريا، إيش الكرايتيريا اللي بنستخدمها اللي بنقيس عليها؟ اللي هم الفايف فريدمز، اللي هم ايش؟ هونجر اند ثيرست، بين انجري ديزيز، ديسكومفورت، فري ديستريس، ونورمال بيهيفير، ومنها بنعمل اوفرول. اوكي، اللي هم ايش؟ قلنا الفايف فريدمز. هلا بدكم تعرفوا كمان مره، هون بتقعدوا المفروض تحفظوها قبل بس بترجعوا بتراجعوهم، لازم تحفظوا الفايف فريدمز اللي هم مين قررهم. في كونسل باليو كي اللي هي مجموعه باليو كي اسمهم الفارم انيمال ويلفير كونسل، أعلنوا هدول الفايف فريدمز هم انترناشونال يعتبروا إنه they should be considered by هدول الفريدمز، وشرحناهم قبل. هلأ عملوا استبيانة، أوكي، إنه إيش استبيان؟ سألوا مزارعين إنه بالنسبة لهم إنه مين الفريدم اللي more important، أو how much importance should be placed on providing animals with the five freedoms، وإنه هل هم كلهم important equally بتساوي وهيك. واستخدموا كوشنر لمين؟ ل 344 فارمر، اوكي، عملوا لهم هذا وعملوا فوتينج. كانت العمليه انه يعملوا فوتينج بين هدول الخمس الفايف فريدمز ايش برايهم اهم وكم الاهميه المفروض تعطي لكل واحد. هاي النسبه اللي حكوا انه مثلا هونجر اند ثيرست سم، هاي النسبه اللي حكوا جريت، النسبه اللي حكوا اكستريم، يعني مبدئيا اعتبروا انه اهم شيء. هلا طبعا هذا حسب استيمان، دول 344 شخص اكيد من بلد لبلد ومن بيئه لبيئه حيتغير النسب، بس بدكم تعرفهم انه مثلا انه كمبدا انه اعتبروا انه اهم شيء الهونجر والثيرست، وثاني اهم شيء البين والانجري والديزيز، ثالث اهم شيء فير اند ستريس، رابع شيء ديسكومفورت، واخر شيء الاكسبرس نورمال بيهيفير. اوكي، هلا بهذا الشيء بيقولوا لكم بهذا الاستبيان اكثر من 80% من يوكي فورمرز صاروا يحكوا انه كل تقريبا 80% من اللي عايشين باليوكي المزارعين حكوا انه كل الفريدمز كثير اكستريملي يعني مهمين، تمام، وهي مبين هذا الشيء، يعني ماخذين النسبه الاكبر. اوكي، بس طبعا قلنا انه هاي النسبه تختلف من كل جروب لكل دوله لكل هيك، بس عاده يعني مع انه عملوا هاي السيرفي باليوكي و80% قالوا ان هدول كلهم مهمين كثير اكستريملي مهم، بس بدهم يحكوا لكم انه لاحظوا انه مع هيك في مشاكل بالوالفير، يعني بالانيمال والفير كثير كبيره حتى باليوكي. يعني مثلا باليوكي 20% من الديري كات الليم يعني بعرجوا وعندهم مشاكل، اكثر من 20% من اللامز هم البيبي شيب بموتوا، تمام، في ايش مشاكل بالوالفير، بس مع هيك كلهم بيعرفوا انه الفايف فريدمز كلهم مهمين اكستريملي. هلا هاي السلايد بتحكي لكم انه ايش، انه الفايف فريدمز واحدة منهم كانت ايش؟ فريدم فروم ديزيز. بحكي لكم انه ممكن تتناقض مرات، مثلا فريدم فروم ديزيز بتتناقض مع الفير فروم هاندلينج دورينج تريتمنت، مثلا انه حتى لو هذا الكلب لنفرض عنده مرض وحدا حقه انه لازم يكون عنده حرية انه ما يعيش بديزيز او بامراض وبدكم تعالجوه، انه ممكن بنفس الوقت يناقض حاله ويكون عنده فير خوف من انه يجي الطبيب البيطري ويمسكه ويعمل له هاندلينج خلال عملية المعالجة. اوكي، هاي بس هاي السلايد ملخصة هيك. هلا هون بيحكوا لكم ايش؟ انه يعني معظم الفارمينج سيستم، حتى هون بيحكوا كلهم الفارمينج سيستمز اللي هم المزارع بيعملوا ريستكشن للون البيهيفير، لانه مستحيل تعيش اي حيوان كان عايش بالطبيعة تعمل له بالضبط 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 محاكاة لنفس الظروف اللي كان عايشها بالطبيعة بالمزارع، هو بيحكي لك all farming systems restrict normal behavior. هلا هون بحكي لك ايش؟ بنحكي قاعدين عن restriction of normal of الطبيعي. اعطي مثال، في عنا اشي اسمه faribin crates. faribin crates اللي هم الكريتس اللي بنحط فيهم الخنازير الانثى مع البيجلتس تبعونها،
زي ما انتم شايفين، بحبسوه وبحطوا البيجلتس بهاي الاشياء عشان يقدروا يرضعوا من امهم، بس بنفس الوقت انه بحب بكون محاطين يعني بكريتس. اوكي هلا بدكم تعرفوا شيء، انه هلا بالشرح هو فعليا انه الفارمين كريتس ليك بيعملوا بحجة انه قال عشان هدول كتير صغار عشان ما يندعس عليهم، هلا لانه ممكن بصير حالات انه بندعس عليهم بموتوا، فعسل عشان هيك. بس بنفس الوقت ايش عم بيصير؟ ما عم بعطوهم مجال، طلع الام فيش مجال تتحرك، والصغار ممكن شوي يتحركوا يمين شمال بس من عددهم ما عم بيقدروا يعملوا شيء، فهذا restriction عن الطبيعي. وكتير obvious واضح ان الفارمينج كريت يعتبر ايش؟ restriction of normal. هلا في اشياء not so obvious بيحتاجوا انه عشان ندرسهم بدهم دراسة علمية وتحليل انه يعملوا يتأكدوا ويشوفوا هيك. هل هو يعني الهدف من هذا السلايد اعيد لكم على السريع، انه اذا بدنا نشوف انه restriction of normal الاشياء اللي بأثروا على طبيعة الحيوان الطبيعية، في عندنا restrictions مبينة بعيني بقدر اشوف انه انت هلا جبت اي حدا من الشارع بحكي له انه اشي طبيعي بطبيعة الخنزير انه هيك يعيش، حكي لي لا كيف بده يتحرك، كيف بده يقوم، كيف بده يقعد 100%. بس في اشياء not so obvious اللي هو بنسميه الكيوبيكل سيرفس. كيوبيكل سيرفس اللي هي الكيوبيكل اللي هي الكريت او محل ما نحن عطينا فيها، السيرفس اللي هي سطحها. اذا مثلا نحن حاطين على السطح هون مثلا حاطين اشي ناعم ومريح زي الفرشة، الحيوان اكيد ما راح يقضي كمية وقت قاعد عليها زي اللي بس حاطين له كونكريت حجر، تمام. هلا هم عملوا دراسة للبقر بين الكيوبيكل سيرفس، نوع الكيوبيكل سيرفس اللي نوع الكيوبيكل سيرفس اللي حاطينه على الارض، واللاين تايم مدة انه قعد انه كمية استلقاء البقرة عليه. هاتكم تعرفوا انه هذا الاشي ايش ما كان نقدر انه بس نطلع ونلاحظ بعيوننا ونقوم، بده دراسة كان يعني ومقارنة. هلا جابوا سوفت مات، فرشة رقيقة وناعمة، كمية الفترة اللي كانوا يعني بعدوا عليها البقر طلعوا كيف كان تقريبا 70% من الوقت من وقتهم كانوا قاعدين على المات. وهذا تقريبا اصلا محاكاة لعواد يعني عادي عند البقرة انه اصلا لما تكون بترعي بالمناطق هاي تكون خضرة وواسعة وهيك بعدوا تقريبا 70% من وقتهم، فهذا بكون مؤشر انهم مرتاحين وهذا مش restriction للنورمال بيهيفير تبعهم. الرابر مات انه جابوا لهم زي كأنه مطاطية هاي يعني مطاط، كيف عمركم شفتوا هاي على اللي بالجيم وبالهيك، يعني مو ناعمه مو زي الفرشه، بيكون زي اللي تبعون الجيم. اوكي السجادات اللي على الجيم قعدوا ايش اقل تقريبا يعني اقل من 60% من وقتهم قضوا قاعدين. الكونكريت اللي هو ايش زي الرصيف قضوا تقريبا فوق 20% بشوي من وقتهم قاعدين. هذا ايش كله هذا ريستريكشن للنورمال، لانه مو هذا طبيعي، طبيعي 70% من وقتهم بضلهم شو اسمه متمددين. فبهاي الطريقه عرفنا ندرس الريستريكشن اوف نورمال وقارنا فيها الكيوبيكل سيرفيس واللاين تايم تبع البقرة. هلا هون بحكي لك ايش انه significance of freedoms. هلا هاي انه هون ايش بحكي لكم انه صار في عنا اجماع بين الساينتستس والسياسيين وهاي الناس انه كلهم اجمعوا عادة ايش انه لازم بمعظم طبعا الدول انه لازم يكون عنا ايش الويلفير لازم يكون اشي اساسي ومن قيسه بالفايف فريدمز. فايف فريدمز يعني المفروض انه يكون اشي عام. وبعطونا initial indication انه بعطونا مؤشر اولي على ايش الاشياء اللي مفروض نقيسها وايش اشياء مفروض نعطيها بالحيوان. لانه هلا انتم صرتوا تعرفوا انه لما تروح لما احكي لك انه اساس الويلفير تبع هذا الانيمال بتشوف اكله وشربه، لانه هاي اول فريدم، بتشوف الديسكومفورت ثاني فريدم. يعني بهاي الطريقه بنقدر نعمل اسسمنت وات شود بي بروفايدد تو انيمالز. واخر شيء بحكي لك اياه انه هلا مش ضروري انه كثير صعب انك توفر الخمسه للحيوان، فهذا لا يعتبر منهم مستند انه قال لي شيء لازم الحيوان يكون عنده الخمسه، لانه احنا بنحاول نوفر قد ما بنقدر منهم، بس عاده بيكون اكستريملي ديفيكلت تو بروفايد كل الخمسه، تمام. عندنا انبوتس واوتبوتس معيدين، عندنا انبوتس اشياء بنعملها للحيوانات حتى لو طريقه غير مباشره، حيعطونا اوتبوتس مباشره نقدر نشوف انه ايش كان تاثيرهم. هلا الحيوانات عاده بالمزارع ايش بتعاملوا مع ثلاث اشياء رئيسيه، 3 انبوتس رئيسيين، الستوكمان اللي هو عاده او المانجمنت يعني عاده اللي بينظم اشياء الحيوان وبيدير بالهم عليهم، لازم يكون عنده طبعا تريننج كويس يعطي معظم وقته انه يدير باله على الحيوان وهيك. الانفايرمنت اللي هي بتعتمد على الهاوزنج اللي بنعطيهم اياه، على الاكل، على الفاكسينز، على كل هاي الاشياء. الانيمال نفسه اللي هو كيف كان البريدنج تبعه، كيف كان الريليشن شيب مع الام، اخذ كل الانتيبيز والميونوجلوبولينز من امه وقت الكولستروم اعطيناه كل هاي الاشياء. فاهمين كيف انه بيعتمد على 3 انبوتس. اول اشي كيفية تعامل الستوكمن والتريننج تبع الستوكمن مع الحيوان،
الانفايرمنت اللي هو قلنا زي الهاوزنج والدايت وهي الفاكسينز وهي الاشياء، والانيمال نفسه كيف البريدنج تبعه، كيف التربايه تبعته، كيف كل هاي الاشياء. هلا بعد كل هاي الاشياء حيعطونا ايش بعد فتره؟ حيبين عنا الاوتبوتس اللي هم ايش النتيجه حتكون صارت. بنقيسهم حسب ايش؟ يعني بنقيس قد ايه كانوا كويسين الانبوتس، قد ايه الاستقمن كويس او قد ايه الانفايرمنت كويس او الانيمال كويس. بنقيس عبر ايش؟ بنشوف ايش صار مع الحيوان، صحته، صار عندهم ديزيزز، اذا صار عندهم مثلا بودي ليجنز او الكونديشن تبعه طلعوا هون حرام كيف كيف مجروح بحالته حاله، هذا يعني بيكون ايش؟ يعني مشكله بالانبوت. الليمنس بنشوف كميه مثلا خصوصا عند البقر الليمنس انه بكونوا بعرجوا او عمالهم اشي انه دخل بديزيز، بكون في دخل ايش؟ في مشكله بالانبوت. والهوك ليجنز نفس الاشي، لما يكون عندنا هوك ليجنز اللي هم بالهوك مثلا تبع الحصان او تبع البقره بكون عندنا ليجنز هم مشاكل وطلعوا كيف هون جروح وانجريز وهيك، كمان بكون عندنا مشكله بالاوت بالانبوت. سوري، هلا بحكي لك هون ايش؟ انه هاي الفاكتورز رجعاتهم انه فريدم فروم هانجر اند ثيرست اللي هو ايش؟ انه لازم يكون عندهم اكسس لفريش ووتر ودايت كويس عشان يضلهم بصحتهم كويس ويكون عندهم انرجي وكل هاي الاشياء. فريدم فروم ديسكومفورت انه نعطيهم راحه وابروبريت انفايرمنت، شلتر معين يكون مريح ما يكون تحت الشمس ينسطلو ولا يكون برد ولا يكون هيك، يكون عايشين عادي باريحيه بكومفورتبل ريستنج اريا. فريدم فروم بين انجري اند ديزيز يعني نحاول نمنع المرض، او اذا صار المرض على السريع نروح نوديه الطبيب على السريع يشوف ايش هو ونعالجه. فريدم اوف شو اسمه نورمال تو اكسبرس نورمال بيهيفير اللي هو انه نقدر نعطيهم حريه انه يتعاملوا بشكل انه يعيشوا بشكل يعني او بسلوك الطبيعي تبعهم، نعطيهم sufficient space، نعطيهم facilities الصح، انه نخليهم يعيشوا مع بعض لانه معظم الحيوانات سوشيال بحبوا يعيشوا مع بعض، ما بحبوا انه نفصلهم عن بعض، انه company of the animals all kind. واخر شيء freedom from fear and distress، سوري وين رحنا، fear of and distress اللي هو ايش؟ انه ما نخليهم يعيشوا بمعاناه نفسيه، عادي ما يخافوا ما يعملوا كل هاي الاشياء. هلا هي عاد الانبوتسون الانبوتس الستوكمان والانفايرمنت والانيمال. بحكي لك انه الاكزامبلز انه الستوكمان لازم يكون عنده امباثي، لازم يكون عنده انسانيه، عنده علم مع التعامل مع الحيوانات، observations سكيلز يقدر يلاحظ على السريع اذا هذا الحيوان ماله شيء ولا لا. الانفايرمنت قلنا انه حسب الفيد كواليتي، الووتر، البادينج اللي هو الهاوزنج يعني وهي الاشياء كلها. الانيمال انه يكون سوتبل بريد، ايج اند سكس فور ذا سيستم، نتعامل معه زي الحيوانات انه نقيس انه ايش يكون عارفين عمره وعارفين السكس تبعه وعارفين السوت بالبريد، فاهمين كيف؟ نهاية انه كيف نقدر نعمل الانبوتس انه ايش المطلوب منهم. هلا لما بدنا لما يكون عندنا مشكله كيف بنقدر نحلل هاي المشكله؟ من خلال ثلاث اشياء، سيفيريتي ديوريشن نمبر افكتد. يعني لما تكون عندنا هاي المشكله بنشوف السيفيريتي تبعتها، يعني قد ايه كبيره المشكله، قد ايه صعبه، انه كيف درجتها مثلا من 0 ل 10، جدا سيئه 10، 5، نص نص، 1، هيك فاهمين كيف السيفيريتي. ديوريشن قد ايه صار لها هاي المشكله موجوده. نمبر افكتد كم عدد الحيوانات اللي تاثروا بهاي المشكله. كيف بنقدر نعمل كوانتيفاينج للسيفيريتي، نقيس السيفيريتي؟ عن طريق انه اول اشي بنشوف البيهيفير سلوك الحيوان، تمام؟ بنشوف هلا كيف يعني هون ارجع افهمكم انه بدنا نشوف نحاول عندنا مشكله بنشوف قد ايه سيئه هاي المشكله لوين واصله، يعني قد ايه ماساه. اول شيء بنشوف السلوك اذا كتير خايف، انه كميه الخوف عنده الفيرفلنس. بنشوف الديزيز انه مثلا نمونيا، عنده التهاب بالرئه، ليمنس، العرج، كذا، ايش نوع الديزيز اللي عندهم اياه. production performance انه مثلا عندهم مشكله بالجروث ريتس، ما عم بكبر صح، ما عم بكبر بالفتره المفروض يكبر فيها. الفسيولوجي تبعه اللي هي نبض القلب، الكورتيزول، كل هاي الاشياء. هدول هم الاربع اشياء اللي بنستخدمهم عشان نقيس السيفيريتي. وهون اعطيكم مثال، اذا قال لك ايش السيفيريتي تبع السوشيال ايزوليشن اوف ذا شيب، انه بدنا هلا الشيب عاده بيعيشوا مع بعض بفلوك، اوكي؟ هون بيحكوا انه شيب ار فلوك انيمالز وبكونوا ديسترست اذا فصلناهم مع بعض عن بعض، سوري، اوكي؟ هذا الاشي بنقدر نقيسه، تمام؟ هي هلا حنفرجيك مثال. قلنا اذا ايش السبيشال ايزوليشن يعني الفصل، بس انه مثلا اقل اشي بكون 4 متر بين الشيب وباقي الفلوك. فيجوال ايزوليشن انه بكونوا قادرين يسمعوا بعض بس حاطين مثلا سور بين واحد والباقي، فاهمين كيف؟ كان فوكاليزيشن اللي هو اصواتهم، كان يطلع اصوات يعني يصرخ الشيب اكثر بالفيجوال ايزوليشن لما كان حاسس فيهم بس عارف حاله انه بعيد عنهم مش عم بيقدر يوصلهم.
والهارت ريت انكريست وقت الفيجوال ايزوليشن، كان يزيد نبض قلبه وكان يخاف اكثر انه سامع صوته مش قادر يوصلهم. تمام، سيفيريتي كان اكثر اكيد. يعني امتى بتعرف امتى السيفيريتي؟ منطقي لما احكي لك الهارت ريت اكثر وقت الفيجوال، فاذا السيفيريتي اكثر وقت الفيجوال ايزوليشن. هلا duration example انه كمان بنقيس حسب الوقت انه كم المده انه شيء بضلهم سنسيتيف للوجع او للبين بعد اليمس ابسود. انه حكوا انه مثلا اذا صار عنده مشكله باجره، تمام، انه متى بضلهم يتوجعوا بعد شو اسمه اليمس هاي. صاروا ايش يعملوا؟ شافوا هون، عملوا جراف وصاروا يحكوا. شوفوا انه هلا بالحاله الطبيعيه لو ما يكون عنده ليمنس، الفريش اوف سيمسون عادي بيتحملوه هيك. لما يصير عندهم الليم كميه شو اسمه تحملهم بقل، بصيروا بتوجع يعني كميه تحملهم اقل. اوكي، after 3 months شو اسمه بضله بتوجع او حتى بكميه يعني بيبين لسه الثريشولد بكون انه حتى يعني اقل من تبع الليم. هلا النمبر افكتد بنصير بنشوف ايش يعني بالمره الواحده كم عدد الحيوانات الليم، مثلا بال شو اسمه بالشيب 15%، 22% بالكاو، 26% بال تشيكنز. هاي مثلا هدول طبعا اعداد باليوكي، انه كميه البقر هيك عندهم ليمنس باليوكي 22%، الشيب 15%، 26% التشيكنز. هلا كونفاينمنت ان فارين كريتس، هاي هلا حكينا عنها، انه قلنا الفارين كريتس انه مالهم هم ال البيجلتس لما يحطوهم بفايرين كريتس هم يقومهم عشان يرضعوا منهم عشان ما يندعس عليهم، بس بنفس الوقت بعمل لهم كونفاينمنت يعني بحبسهم. تمام، هلا هذا الاكزامبل doesn't consider welfare consequences، مع انه في benefits للبيجلتس. بقول لك انه في فوائد عشان ما يندعس عليهم، بس ما انه ما عم براعي الwelfare consequences انه هذا انه حيأثر عليهم. هلا هي السيفيريتي. هلا الكورتيزول عباره عن انه ستيرويد، لما يزيد عاده بيكون معناته ايش؟ انه بيزيد ضغط الدم، بيصير عندنا ضعف بالعضلات، بيصير عطش زياده، بيصير في تبول يعني اكثر، تشينجز بالمود، ويت جين، يعني بيعمل مشاكل لما يزيد. تمام، هلا هون بحكي لك الفرق انه لما ينحطوا هذا احمي البيجز بي بن، هلا الاخضر بمثل بن انه بيكونوا لوس مو محبوسين، الاحمر هو الفارين كريت. هلا بحالتهم الطبيعيه بكون كميه الكورتيزول اعلى وقت ما يكونوا بالفارين كريت، لما يكونوا جيفينج بيرث بكون لسه اعلى بكميه كثير يعني فرق كثير اكبر لما يكونوا بالفارين كريت، بالتالي خطر اكثر يعني في بيعمل مشاكل كثير. فانه بقصدهم انه يبين لكم انه في ديستريس كثير بكون انه او السيفيريتي كثير بكون عالي. لهون الديوريشن بقول لك انه avoidance of pellets، انه هلا الفارينج كريت هيو هذا بمثله بحكي لك days after farrowing. farrowing اصلا هي لحالها معناها انه giving، انه لما a pig gives birth، فاهمين كيف؟ ف days after farrowing اللي هو الايام بعد ما خلفت البيجلتس وهي جوا الفارينج كريت. اول اشي الاول يوم after farrowing الكورتيزول بكون هيك كميته، after 7 days بقل، 14 days بقل، 21 days بقل، و after 28 days برجع كتير 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 برتفع. هلأ الفارين كريت كنت تعرفوا ان السيفيريتي تبعها عالي، ليه؟ لانه اترستكس فريدم تو موف اراوند، ما بخليهم يتحركوا، ما بخليهم تو نست بيلد، انه يعملوا زي كأنهم يعششوا عشان بدهم يخلفوا، ما بعطيهم فريدم تو افويد ذا بيجلتس، انه عادة الام مثلا عادي شوي تبعد تعطي البيجلتس حريتهم هيك، ما عندهم فريدم تو افويد ذا بيجلتس. زي هون هلا duration 3 to 4 weeks عادة بضلهم بالفارمينج كريت، ونمبر افكتد معظم الصوز اللي عايشين بمزارع بدخلوا بهاي العمليه وبتعرضوا لهاي السيفيريتي. هلا عندنا interesting issue، كيف يعني؟ هلا فارمينج كريت قلنا انه مشكله كتير كبيره بالويلفير للصوب، انها مشكله بالويلفير مستخدمه internationally throughout the world. why؟ لانه بنعتبرها intrinsic يعني unavoidable، يعني انه ما انه شو بدك تعمل، يعني هيك بيعتبروها انه شو بدنا نساوي الكوميرشال، يعني اذا انا بدي اربي تجاريا خنازير وبدي اتاجر فيهم يعني وبدي ابيع مثلا لحمهم او هيك، بتصفي انه الفوائد بيعتبروها للبيجلتس والبرودكشن بالنسبه لهم
احسن لهم اوفر لهم من ما يقعدوا يدفعوا انه للسوق. كيف يعني؟ انه قلنا انه مرات لما ينحطوا بفاروينج بالهذا بفاروينج تعرفون نسيت شو اسمها بفاروينج كريت سوريا شو اسمه انه ممكن انه يندعس على البيجلتس ويموتوا. فبالنسبة لهم انه في فائدة من البيجلتس من خلالها ما بضطروا يشتروا بضلهم يصرفوا على السوق انها تضلها تتزاوج تضلها تحمل تضلها تعمل كل هالاشياء ومثلا تخلف ستة يعيشوا منها ثلاثة ولا هيك شيء. بالنسبة لهم مستعدين عادي انه ما يريحوا السوق مش فارق عندهم كثير بالمقابل انهم ما يدفعوا. هلأ هاي في عنا example SDN اللي هو Severity Duration Number Affected بمثلا لكاتل in poor condition. اذا شفت انت كاتل وواضح انه منظرهم غلط انه تعبانين او في ما لهم اشي, اول اشي السيفيريتي كيف نقدر نقيسه؟ How thin are the cows؟ كمية نحف البقرة, لانه مبدئيا مو نحن عنا حكينا عنا اشي اسمه body condition score, لازم الكونديشن سكور تبعها يكون بسكور معين عشان نعتبرها healthy. هلأ اذا كانوا كتير نحاف البودي كونديشن سكور تبعها يكون كتير قليل, يعني بكون في اشي غلط بالبقرة اذا كتير نحيفة. ومنحاول نشوف الديوريشن انه كم صار لها فترة نحيفة بهذا النحف وكم عدد الكاتل اللي ثن بهاي الطريقة. هلا هي الكونكلوجنز او انه ملخص سريع انه الويلفير بنقدر انه شو اسمه نقيسه, والفايف فريدمز اللي هم مؤشرات اولية للويلفير, والويلفير فاكتورز او الانبوتس نقدر كمان نقيسهم لأنه هدول الانبوتس والاوتبوتس, وسيفيرتي وديوريشن والنمبر افكتد كمان بيقدروا يخلونا نقيس المشاكل وانه قدي سيئة المشكلة. وبس هيك بكون خلصت المادة تبعت الفاينل, بكون بس ضل مادة كلاب البسس والكلاب, وان شاء الله بنزلكم اياها بكرة بالتوفيق. اذا ما فهمتوا اي اشي زي دايما ابعتولي باي وقت بشرح لكم اياه, عشان انا كنت كتير مستعجل عم بحاول اشرح المادة بسرعة عشان تلحقوا تدرسوها قبل الفاينل. وشكرا.